عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. تسع دقائق و17 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا لاسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، شكرا غانم بن سعيد العويسي. المركز الثاني، وصلت في المركز الثاني في تسع دقائق و 26 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية في هذا الانطلاق. تهانينا وناموس شاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي في تضميرها المركز الثالث. تسع دقائق 27، ست أجزاء من الثانية، هملولة من هجن الرياسة. تهانينا وتهانينا لغياث الظافر علي بن يميل الوهيبي. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية الجميلة، أمسية سن الإذاع سن الإمتاع، بشعارات أصحاب السمو الشيوخ انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الثامن في تعداد أشواط مساء هذا اليوم. شوطنا الثامن وهو الشوط الخاص بالإذاع الجعدان، وشعارات أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة بكل قوة في هذه الأمسية الرائعة. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى هناك اللي قاد المجموعة وانطلق بناموس هذا الشوط بهذا الاندفاع المثير وبهذا الانطلاق المتميز. نتابع البداية وشاهين من قاد المجموعة بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي يليه مع المركز الثاني، أيضا شاهين بشعار هجن العاصفة وتقدم غياث الهلالي، ولكن ينخطف المركز الثاني بتحديات هملول بشعار هجن الرئاسة ومتابعة علي بن يميل الوهيبي. نتابع المركز الرابع، نتابع التقدم والتسلل والانطلاق للشارد لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد، متابعة مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب. ومع المركز الخامس أرى التسلل والتقدم والانطلاق من الجانب الآخر، أرى بدان لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان، وتقدم ناجم بن علي الغيلاني من يتسلل بدوره ويتقدم وينطلق مع المركز الخامس. المركز السادس والسابع ياتي شاهين وشاهين الاخر الاثنين ايضا بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، وتقدم غانم بن سعيد بن سالم في عمليه التضمير والمتابعه. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الاول وجولتنا الاولى مع الاسامي المتقدمة والمنطلقة بتحديات هذا الشوط وبهذا الأداء المثير، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة وتحديات هذا الشوط في هذا الانطلاق المتميز. الصدارة والمقدمة، وأرى التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. نتابع الصدارة والبداية والمقدمة، وشاهين من قاد المجموعة من انطلق بناموس هذا الشوط بشعار هجن بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، من بدأ يتقدم وينطلق ويندفع بناموس هذا الشوط في هذا الرقص المسائي الجميل والرائع، وبقيادة غانم بن سعيد بن سالم في عملية تضميره وتدريبه، يلي مع المركز الثاني يتقدم في هذا الانطلاق هملول بشعار هجن الرئاسة، ياتي على مستوى المركز الثاني ومتابعته، وتقدم الظافر علي بن يميل الوهيبي. نتابع المركز الثالث، نتابع التقدم لشاهين التابع لهجن العاصفة، يقدم غياث الهلالي ياتي بدوره مع المركز الثالث، شاهين مع المركز الرابع بالشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وغانم بن سعيد بن سالم في عمليته التضمير والمتابعة. ومع المركز الخامس يتقدم يتسلل ربدان لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل هيان ناجم بن علي الغيلاني مقدم المركز
المركز الخامس، سادس الانطلاقات، سادس التحديات. من الجانب الآخر شاهين بشعري هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي، ولكن القدوم مع المركز السابع أراء التسلل والتقدم في هذه اللحظات مع الشارد لمعالي الشيخ محمد بن بطيان حامد، متابعة مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب يتقدم على مستوى المركز السابع. المراكز السبعة المتقدمة قريبة من بعضها البعض بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز وبقيادته وتقدم وانطلاق شاهين. من يقود هذه الجموع على رأس الحربة ينطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية، هو الأقرب لناموس هذا الشوط، شعار سمو الشيخ راشد بن حمداب بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة أحد الشباب غانم بن سعيد بن سالم. من يتابعه بهذا الانطلاق وبهذا التقدم وهو يقود هذه الجموع قيادة حكيمة، قيادة سليمة، يشق طريقه لناموس هذا الشوط. ولكن ربدان من بدأ يتسلل مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد أرنهيان ناجم بن علي الغيلاني، متابعا لتحديات ربدان مع المركز الثاني. وصلت الأسامي، وصلت الشعارات، وصلت التحديات بهذا الانطلاق الجميل والرائع. المركز الثالث الشارد من الجانب الآخر لمعالي الشيخ محمد بن بطيان الحامد، مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب. ومع المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات شاهين بشعار هجن العاصفة مقدمة أيضا هذا الشوط وتحدياتي غياث الهلالي. ومع المركز الخامس من الجانب الآخر شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، وتقدم غانم بن سعيد بن سالم في عملية التضمير والتدريب. ومع المركز السادس يصل في هذه اللحظات يتقدم شاهين لهجن العاصفة وغياث الهلالي. من يعلن هذا الانطلاق مع المركز السادس، المركز السابع ياتي ايضا في هذا الانطلاق هملول بشعار هجن الرئاسة ومتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط. مغادرتنا للوحة الألف والميتين والصدارة، الصدارة الواضحة والمقدمة أيضا بتحديات شاهين. من ينطلق، من يندفع بناموس هذا الشوط بهذا الانطلاق المثير وبهذا التحدي الرائع، يقود هذه الجموع منذ البداية يشق طريقه لناموس هذا الشوط بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، ومتابعته وتقدم وانطلاق غانم بن سعيد بن سالم في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني وصل شاهين لهجن العاصفة وغياث الهلالي. يعلن تحدي هذا الشوط مع هذا الانطلاق الجميل هملول، يصل مع المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة ومتابعة وتقدم وانطلاق الظافر علي بن يميل الوهيبي. بدت الأوامر، بدت التعليمات، انطلق الجميع في جولة الأوامر النهائية، ولكن شاهين بدون أي منافس ير الشوط في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وقيادته أحد الشباب أحد الفرسان غانم بن سعيد بن سالم. من يتابعه ولكن شاهين من الجانب الآخر بشعار هجن العاصفة يتقدم مع المركز الثاني. اللحظات الأخيرة، ناموس هذا الشوط يتجول ما بين شاهين شعار هجن العاصفة واللحظات الأخيرة. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. والنقطة الرابعة في هذا المساء مع المركز الأول والثاني، المركز الثالث شاهين لهجن العاصفة، المركز الرابع حملول من هجن الرئاسة، المركز الخامس شاهين لهجن العاصفة.
هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة، لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية. تسع دقائق واحد وثلاثين ثانية، ثمان أجزاء من الثانية، هو توقيت شاهين. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا موصولة لغانم بن سعيد بن سالم. شاهين مع المركز الثاني بشعار هجن العاصفة، جاء بتوقيت زمني مقداره تسع دقائق. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية مع المركز الثاني. تسع دقائق واحد وثلاثين ثانية، ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. شاهين مع المركز الثالث، جاء بتوقيت زمني مقداره تسع دقائق واحد وثلاثين ثانية، تسع أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني موصولة لغانب بن سعيد بن سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تستمر والتحديات في هذا المساء مع انطلاقة هجني أصحاب السمو والشيوخ على أرضية هذا